18 حته من غير اي حلوق، يعني كيلو اللحمه يوصل ل 300 جنيه. لا لا وانا موحي يا عم، طيب وماله؟ اقسم بالله يا عم. طب فين احنا؟ اما احنا ناقص نشتغل. المهم احنا عندنا دلوقتي مشكله في زياده اسعار اللحمه، وعانينا منها وبقالنا سنين بنعاني منها، والمشكله كل حلولها مع وزاره الزراعه. هي وزاره الزراعه تتجه، وزاره التموين تتجه لمشكله اللحمه هتتحل. عندنا مربي صغير كان في الكوره في الصعيد وفي بحري، كان بيربي بثلاث اربع عجول، مع ارتفاع اسعار العلف طبعا الراجل النهارده ما بيقدرش يقاوم على مصاريف العجول. 105 110، والموضوع مش النهارده بكام، موضوع بكره هيبقى بكام وبعده بكام الله اعلم بقى بكره. احنا بنتكلم في النهارده، احنا عايزين نوقف الدنيا. الانيه النهارده فيها ب 52 جنيه وب 53 جنيه. المفروض الحكومه تحط ايديها في الموضوع، تشوف حل. في قرارات تتاخد. اللي طالبينه يتقفل يعمل 3 ايام اجازه للمجزر زي زمان، دول هيبقوا هيوفروا له حوالي ثلث الثروه الحيوانيه في السنه، يقفل للتطهير، يخليهم للتطهير المجازي. المسؤولين ان كان على المسؤولين مش عايزه تحل الازمه علشان صالح المستوردين. انتوا بقى حاج شغالين، محلاتكم شغاله؟ احنا محلاتنا قفلت، احنا الاسعار بتزيد كل يوم. كانت زمان بتزيد بالربع جنيه مصور، دلوقتي بتزيد بالثلاثه وبالاربعه. دلوقتي الجزار اما ينزل يجيب اللحمه على ارضه قايم العجل ب 43 جنيه. يعني ايه قايم يا حاج؟ يعني صاحي. احنا تعبانين ما بنبيعش ربع المبيع بتاعنا. اللحمه الختاير، اللحمه ب 110، مين هيجي ياخدها؟ ناس معينه، ناس معينه. فاحنا بننادي الساده المسؤولين وعلى رسوم الساده رئيس الجمهوريه نظره للشعب. احنا بنمشي. كيلو اللحمه هيوصل كام؟ ممكن يوصل 130 جنيه 140 جنيه في اسبوعين ثلاثه. قبل العجل في اليوم بيعدي ال 50 جنيه. 50 جنيه؟ ايوه. كيلو الذره بكام؟ ما انت بتستورد الذره، ما هي المشكله ان احنا بنستورد كل حاجه. علف عموما بيقف ب 4100 جنيه. يعني المشكله ان احنا كل حاجه بنستوردها. عايزين يرجع المربي تاني الصغير، الفلاح العادي. عايزينه يرجع تاني يربي، عايزين اللي بيربي يرجع امتى؟ لما تعملوا العلف. قلنا الدولة تدعى نظام التأمين اللي كان زمان يرجع، وقالوا الإمكانيات بتاع الدولة ما ترجعش. لا يرجع. 7 مليار كل سنة يبصوا للسنة الحيوانية يدعموا بيها جزء من 7 مليار. يعني هم بيدعموا المستثمرين وبيدعموا بتوع الصناعات ورجال الأعمال اللي هم بيبيعوا لنا بالسعر العالمي، يعني بيدعموا ما بيبيعولناش في مصر بسعر واطي، بيبيعنا بالسعر العالمي. ما يدعمنا احنا كقطاع استراتيجي، يدعمنا احنا ما بيقعدش يدينا فلوس، يدعمنا في ايه؟ ان يوفر لنا العجول، يساعد الناس اللي عايزه تعمل تنميه ثروه حيوانيه. انا واخد على اساس اعمل مزرعه من سنتين مش عارف اكملها عشان مش لاقي تمويل، تبقى للجزارين. واحنا مش جايين اعمل مشروع مزرعه ومقدم دراسه الجدوى بتاعته، مشروع مزرعه ومجزر ومحجر ومجمع وديتهم فين يا حضرتك؟ للبحوث الحيوانيه. وقدمنا التقرير، رحنا الوزاره في الاول قالت مفيش اراضي، اضطرينا ناخد اراضي بوضع اليد ودفعنا فيها فلوس، وفي الاخر التقرير وقف عشان الامكانيات الماديه معانا وقفت والمشروع كله وقف.